نبدأ مع حضراتكم من هنا من مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، وصلاة وسلاما على جدهما في هذه الليلة الجديدة من ليالي ملتقى الفكر الإسلامي التي ينظمها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وترعاه وزارة الأوقاف برعاية معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وتنقله لحضراتكم قناة النيل الثقافية بالهيئة الوطنية للإعلام. نبدأ هذه الليلة وحديث عن الإخلاص في القول والعمل، وهناك الكثير من الأحاديث النبوية المشرفة، إذ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. أي أن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، أما إذا كان القصد من العمل الريائي ولو شيئا بسيطا فالله تعالى لا يقبله. كثيرا ما نرى الأعمال هنا وهناك لكن يشوبها الرياء ما بين مدعي الطاعة، ما بين من يعطي هنا وهناك ليقال عنه أنه معطي وأنه رجل خير أو كذا، يكون له ما أراد في الدنيا، أن يقال أنه مصل، أن يقال أنه محسن فقد قيل في الدنيا، لكن في الآخرة كل هذه الأعمال تلقى في وجهه ويؤخذ على وجهه إلى النار. هكذا وردنا وأنتم أنتم أعلم منا بذلك من حديث وأساتذتنا. في هذا الحديث في هذه الليلة نتحدث عن الإخلاص في القول والعمل، أن يكون العمل من داخل الإنسان خالصا لوجه الله تعالى لا يريد منه رياء. لذا كان أفضل الأعمال ما كان خفيا عن الناس، هو فقط لله تعالى. يشرفنا أن يكون في هذه الليلة نحن ضيوف على فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. أيضا الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. أهلا وسهلا دكتور. وخير ما نبدأ به هذه الليلة الطيبة المباركة آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الفشني، يقرأ علينا ما تيسر له من سورة هود ومن قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت
كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلاً نقص عليك من أنباء
الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله عليه وما ربك بغافل عما تعملون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.
وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تلك الآية الكريمة التي يرد بها النص واضحا أن الصلاة وما يأتيه العبد لله من نسك لابد أن تكون خالصة لوجه الله وفقط. أما إذا كان لغرض ما هنا أو هناك فتفتقد إلى الإخلاص. لابد أن تكون خالصة لوجه الله تعالى. الكثير من التساؤلات حول الإخلاص في القول والعمل، ربما أطرح منها ما أطرح يجيب عنه أساتذتنا العلماء الأجلاء حين نتحدث عن الإخلاص ومحله القلب. إذ أتى في الحديث الشريف أنه إذا رأيتم الرجل يؤم المساجد يعتاد المساجد فاشهدوا له بالتقوى. هذا ما يراه البشر، أما النية فمحلها القلب وهو ما يحاسب عليه رب العزة سبحانه وتعالى. طيب فضيلة الشيخ، إذا كانت بداية نية العبد أن يكون العبادة، أن تكون العبادة أو الفعل أو العطاء أو كذا أي مكان بدايته إخلاص ونية صادقة، ثم شابته بعد ذلك شبهة شرك أو رياء أو كذا، هل يقبل العمل أو لا يقبل؟ هل هناك من العبادات ما يمكن أن يكون جزء منه مقبول في بدايته ثم يستحق جزء آخر الإعادة مثلا أو كذا؟ الكثير والكثير يحتمل الحديث عن الإخلاص في القول والعمل. يحدثنا في البداية ويسعدنا بالحديث فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. تفضل فضيلة الدكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله رحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف،
الزملاء الأعزاء أصحاب الفضيلة العلماء قيادات وزارة الأوقاف، كل باسمه وعظيم رسمه ورتبته ودرجته، السادة رواد هذا المسجد العامر، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طرح الأخ الكريم الإعلامي الكبير عدة تساؤلات يجيب عنها موضوع هذا الملتقى الهام الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وقيادات الدعوة بوزارته. العلاقة بين الإخلاص وبين الصوم، والصوم عمل وهو من العبادات الخفية السرية التي لا يطلع عليها أحد سوى علام الغيوب، علاقة وطيدة غير خافية على من أنعم النظر وأمعن الفكرة، فإذا كان الإخلاص يمثل صدق النية مع الله في القول والعمل، فإن الصوم يأتي في ذروة هذا الصدق ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه نراه قد أسند الصوم رب العزة إلى نفسه، فقال في الحديث الصحيح كل عبد بين الإخلاص، فكما قلت في الحديث الذي يرويه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إذن الإخلاص لا بد وأن يكون مصاحبا لنا في جميع أقوالنا وأفعالنا وأحوالنا، والذي يستقرئ القرآن الكريم يرى ذلك واضحا جليا، فالله تبارك وتعالى يقول في سورة غافر هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. وفي قوله سبحانه
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أيها السادة الفضلاء، إن الإخلاص هو الأساس وهو الركيزة التي تعتمد عليها الأعمال الصالحة، متى أراد صاحبها أن تكون متقبلة عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا نرى الصالحين من عباد الله لم يبالوا بمدح مادح، ولم يبالوا بمن يثني عليهم، إنما كانوا يفعلون العمل ابتغاء وجه الله، وإن خرج كل مقدار من المدح والثناء من قلوب العباد، لأنهم يقصدون بأعمالهم وجه الله تبارك وتعالى. ومن ثم فإن القرآن الكريم نراه ذم أناسا حينما أنفقوا رياء، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فالإيمان تصديق، والتصديق إخلاص. ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. إذن عدم إخلاصك حينما تريد أن تعمل العمل لله يجعل هذا العمل هباء منثورا، لا وزن له، لا قيمة له. ومن هنا عليك أيها الموحد أن تحقق نسبة العمل، وأن تحلي هذا العمل بالإخلاص لله رب العالمين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أريد أن أبايعك على الإسلام. فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ثم قال: يا رسول الله، أريد أن أقاتل معك حتى أرمى في حلقي ابتغاء وجه الله. فمضت الأيام وقاتل المسلمون، وقاتل الرجل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت غنائم لرسول الله فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم حسب قسمة الأسهم، فأخرج النبي قسم الرجل وأتي به وقالوا له: إن هذا القسم لك في غنيمة المعركة. فقال الرجل: والله ما على هذا بايعت رسول الله، إنما بايعته لأقاتل في سبيله فأقتل. فلما سمع النبي نبأه وعلم حاله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يصدق الله يصدق. فكان أول غزوة غزاها الرجل فقتل في سبيل الله، فجيء به إلى النبي فقال النبي لمن أتى به حاملا إياه: أهو هو؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. أيها المسلمون، الإخلاص هو أن تتوجه بكليتك وجزئيتك إلى ربك، لا تجعل في أي عمل تعمله شيئا يشوبه من الرياء، أو يخلو من الصدق، أو لا تتحقق فيه النية، لأن الصدق وسلامة النية هي الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم نراه حينما يحدثنا عن الصوم يقول في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله
صدقا مع الله، إخلاصا لله. هذا هو معنى إيمانا، لأن الإيمان مطلق التصديق، والتصديق مقره القلب إيمانا واحتسابا، مع الإخلاص يحتسب الأجر على الله تبارك وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم. أيها الأحبة، حققوا الإخلاص في أعمالكم، حققوا الإخلاص في أقوالكم، فليكن حالكم كحال بعض الصالحين الذي قال: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أنت تقصد بعملك من؟ الله. تقصد به مرضاة الله، ابتغاء وجه الله. ما دمت تقصد بهذا العمل ابتغاء وجه الله، فلتعلم أنك من الفائزين، فلتعلم أنك من المتقبلين، فلتعلم أنك من المفلحين. فحري بنا أن نستحضر الإخلاص في أقوالنا وفي أعمالنا، فمتى أخلصنا لله في القول والعمل تحقق لنا الخير كله. فبالإخلاص ننتصر، وبالإخلاص تبنى المجتمعات، وبالإخلاص نتعلم العلم، وبالإخلاص ندعو إلى الله، وبالإخلاص تسد جميع الفجوات التي توجد، وتمحى جميع الهنات والهفوات التي تعتري أعمالنا، فتصبح أعمالنا سليمة تأتي يوم القيامة والله يتقبلها. الصدقة يأتي صاحبها في ظلها يوم القيامة. لماذا؟ لأنه أخلص فيها. كثرة الذكر لله، ما دمت قد أخلصت فيه يأتي شاهدا لك يوم القيامة. الصلاة تأتي شاهدا لك يوم القيامة. قراءة القرآن يأتي لك نورا وضياء يوم القيامة، ويحلى به والداك حلل الكرامة. يا قوم إنكم تعلمون أنكم ستعرضون إلى على الله، لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فما دامت الأعمال ستعرض، وحسناتنا ستعرض، وأحوالنا ستعرض، فليكن الإخلاص رائدنا، وليكن الإخلاص قائدنا لنفوز بجنات النعيم. أما وأننا لو تخلينا عن الإخلاص واتبعنا الهوى والشيطان وغير ذلك، فسدت أعمالنا، وتحقق فينا قول ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. حري بنا أن نستحضر مثل هذه المعاني حتى نراجع أنفسنا ونحاسب أنفسنا، ونعمل جاهدين على تخليص أعمالنا من شوائب الرياء ومن شوائب الشرك، وأن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى. وصدق الله العظيم إذ يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا؟ فليعمل عملا خالصا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. عندها نجني الثمار الطيبة عند الله تبارك وتعالى. يكتب الله لنا المقام
الذي يليق بالإخلاص حينما نعرض عليه، وحينما تنشر الدواوين، وحينما يقف الناس للحساب عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا نرى في الحديث الصحيح حينما تحدث النبي عن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، عد النبي منهم رجلا ينفق نفقة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. في هذا دلالة على السرية، والسرية علامة على صدق العمل وعلى الإخلاص فيه. أيها الأحبة، لا أطيل، فعلى المنصة عالم جليل كلنا شوق لنستمع إليه. نصيحتي لكم أن تخلصوا في أعمالكم، وأن تجعلوا الإخلاص رائدكم، وأن تضعوه نصب أعينكم، وأن تخلصوا لله في معتقدكم، في أقوالكم، وفي أفعالكم. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، ماذا حالهم وما هي منزلتهم؟ فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما دمت قد أخلصت لدينك فأنت ستكون أشد إخلاصا بهذا الإخلاص للدين للمجتمع الذي تعيش فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يعفو عنا ويغفر ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. شكرا لكم على حسن استماعكم وسعة صدوركم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسنت فضيلة الشيخ، جزانا الله وإياكم خير الجزاء. قد لا أزيع سرا، وليسامحني صاحب هذا السر الذي أسرني الدكتور هشام عبد العزيز، قال لي قبل بداية اللقاء أن على المنصة عملاق، فاترك لي دقيقتين أو ثلاث في نهاية الحديث، وليكن الحديث كله لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري. سامحني يا دكتور، سامحني يا دكتور، لكن أردت فقط من ذكري هذا السر أن أدلل على أن فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز لم يقل ذلك لفضيلة الدكتور عبد الفتاح العواري، لكنه أسر لي به وهو تواضع منه، فهو قامة وقيمة أيضا. وليسمح لي الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، ربما أطرح سؤالا أطبقه على نفسي. أحيانا يفتح علي الله ويكرمني بأن يوفقني في عبادة ما، في قراءة القرآن، في كذا، فأجدني بعد قليل أعجب بنفسي. طيب، أحيانا وبدافع من وأما بنعمة ربك فحدث، أحدث الأصدقاء على أننا أو عن أننا نختم القرآن كل أسبوع أنا ومجموعة من أصدقائي، بدافع، والدافع هنا محله القلب بقى، يعني إما أن يكون صحيحا أو هو مراء. ما حكم سرية هذه الأعمال؟ ما حكم العجب؟ ما حكم الفعل الذي بدأ سرا خالصا لوجه الله، ثم أعقبه العبد بذكر أو بفتح سره أو كذا؟ يحدثنا الدكتور هشام عبد العزيز عن هذه التساؤلات فيما سيطرح هو وأعد له من حديث عن إخلاص القول والعمل. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبعا أنا تلميذ صغير وأستاذنا أفاض وأجاد، أنا قلت له أتعبت من بعدك، يعني إحنا هنروح فين يعني؟ لكن إحنا بنستأذنه يعني نقتبس من علمه ومن نوره ومما أفاض الله عز وجل عليه. نحن نرى وكلنا بينه وبين الله في هذه الأيام علاقة طيبة، فالإنسان صائم بالنهار قائم بالليل، له الأذكار من تسبيح واستغفار وصلاة وسلام على سيد الأبرار، ومما يفيد الله عز وجل عليه من قراءته للقرآن. لكن التساؤل زي ما بيقول أستاذنا الجميل، الإنسان قد يفرح بهذه الأعمال ويقول الحمد لله اليوم صليت كذا وكذا لله، أو قرأت كذا وكذا من القرآن الكريم، وقد يتباهى أمام أقرانه وزملائه بهذا الأمر ويقول لقد فعلت كذا وكذا، وأعطيت من المال كذا وكذا، أو أنفقت كذا وكذا. السر في الظهور بهذه الطاعات هو القلب. ربنا بيقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله. القلب السليم ده الصافي، القلب السليم حتى لو ذكر نعمة الله عز وجل عليه لا يطرأ عليه العجب ولا يدخله الرياء. لماذا؟ لأن في حقيقة الأمر أنا ما صمت وما صليت وما قرأت وما تعبدت، وإنما هي نعمة من الله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. ليسأل الإنسان نفسه، ما الفرق بيني الآن؟ نحن في مجلس علم ومعنا بشارة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. مجلس وجلسة عظيمة جليلة. ماذا فعلنا لأجل هذا الاختصاص من الحق سبحانه وتعالى؟ لا شيء. غيرنا قد لا يجلس هذه الجلسة، وقد يكون في مكان لا يرضي الحق سبحانه وتعالى. انظر إلى أن الله عز وجل هو الذي أقامك في العبادة. ما دمت تنظر إلى أن هذه العبادات وهذه الطاعات هي نعمة من الله، فلا أبدا يدخلك رياء ولا عجب. ما دمت ترى أن هذه نعمة من الله عز وجل، وأن هذا شيء عار من الله لك، فلن أبدا يتباهى الإنسان بشيء هو لا يملكه وليس ملكا له. بماذا فضلك الله عز وجل على غيرك؟ لا شيء، هي نعمة من الله عز وجل. فالإنسان لا يتباهى ولا يتفاخر ولا يتراءى بنعمة أنعم الله عز وجل عليها. أساسها القلب السليم. طالما هذا القلب الصافي الخالص النابض الذي نوره الله عز وجل، تراه هو قد يظهر العمل لأجل الاقتداء. لذلك الزكاة الإنسان يظهرها في العلانية، لكن الصدقة تكون في الخفاء بينك وبين الله عز وجل. نظهر الطاعات كما يظهر والعياذ بالله أهل المعصية وتجاهرون بالمعاصي، نجاهر بهذه الأعمال، لكن في قرارة أنفسنا نحن لسنا بأفضل منهم.
إياك أن تظن بأنك أفضل من هذا أو ذاك، إياك، أو إياك أن تتكبر على أقرانك بعبادة أو طاعة أعطاها الله عز وجل إياك. صاحب القلب السليم لا يطرأ عليه هذا الأمر، لذلك جميع أعمالهم وجميع طاعاتهم مصفاه، زي ما قال لنا أستاذنا كان يتكلم عن الإخلاص، عن السر عبارة عن تصفية، فلترة، زي ما بيبقى فيه فلتر نقاء للماء من الشوائب، الإخلاص يفعل هذه الفلترة للأعمال، يصفيها ينقيها. شوف ساداتنا، والله عز وجل فرض الفرائض لا لأنها طقوس، مش حركات وسكنات، أو إحنا صايمين خلاص عن الطعام والشراب، أو إحنا يعني نذهب إلى الحج عبادة بدنية فقط، لا، هناك أسرار وهناك روح وهناك نور في هذه الطاعات، إذا أخلصت ستظهر عليك علامات الأنوار وعلامات الأسرار بينك وبين الله. لذلك ساداتنا عندما كانوا في عبادتهم في إخلاصهم لله يقول أحدهم إذا دخلت إلى الصلاة أصبغ الوضوء، يصبغ الوضوء تاما كاملا وينتفض في وضوئه. فإذا سألت لماذا تنتفض وأنت تتوضأ، يقول لك أتدري بين يدي من أقف؟ شوف هو ده القلب، أتدري بين يدي من أقف؟ فإذا قمت إلى صلاتي كبرت وركعت وسجدت وقمت وقعدت وسلمت وكأني على الصراط واقف، الجنة عن يميني والنار عن يساري، وملك الموت من خلفي وواقف بين يدي الله عز وجل، كل ذلك في خشوع وخضوع، وأسلم ولا أدري أقبلت صلاتي أم لا. عشان كده السر أنت تناجي ربك في صلاتك، إياك نعبد. إذا وقف الإنسان وهو في صلاته وتمعن إياك نعبد، هل كلك لله؟ أنت تقول لربك في صلاتك في كل يوم وليلة إياك نعبد، هل كلك لله؟ هل أخلصت جميع الأعمال لله؟ هل نقيت قلبك وصفيت أعمالك؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أم هناك شوائب، هناك مشاغل، هناك أمور كثيرة يديرها الإنسان في صلاته وهو لا يدري؟ إذن لا يوجد فيها سر الإخلاص. الصوم لي وأنا أجزي به، أسرار العبادات بينك وبين الله لا يطلع عليها الملك فيكتبها ولا الشيطان فيفسدها. أين قلبك مع الله؟ أين تعلقك بالله؟ أين حبك لله؟ هل الإنسان المخلص إذا فعل الطاعة والعبادة يفعلها حبا لله؟ أم أنها فرض وتكاليف ولازم يعملها؟ فرق بين عشان خاطر أنا أؤدي الفريضة وأسقط ما علي من التكاليف والفرائض، وفرق بين أن تفعل العبادة والطاعة حبا لله إخلاصا لله لا تريد منها شيئا. هل منا من يستطيع أن يفعل الطاعة والعبادة ولا يطلب عليها أجرا؟ ربنا بيقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أستاذنا أدرى مني بهذه الإشارات
وهذه العلامات أن يفعل الإنسان العبادة والطاعة لا يطلب أجرا، هو يفعلها محبة لله عز وجل. تفعل السنة اقتداء ومحبة في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الإخلاص يقودك إلى العلاقة بينك وبين الله صافية. لذلك العلماء الربانيون هم يؤدون الفرائض وسط الناس، إقامة فريضة الله عز وجل جهارا، لكن إذا جاء الليل هم يحنون إلى هذا الليل، هم يشتاقون إلى الليل كما يشتاق الطائر إلى عشه ليستريح ويهنأ، لأن له جلسة بينه وبين حبيبه مفيش حد هيشوفها. عود نفسك أن تكون لك جلسة مع الله بينك وبين ربك. دح قلبك وخواطرك هي التي تتحدث، وأنت في قرارة نفسك تعلم أن ربك مطلع عليك وناظر إليك، يعلم السر وأخفى. اجلس هذه الجلسة في ذكر وفي استغفار وفي عبادة وفي صلاة وفي قراءة قرآن وفي الصلاة والسلام على سيد الأنام، بعيني من تلذذ بكلامي واستراح إلى مناجاتي. هؤلاء العلماء الربانيون الذين أفعالهم خالصة لوجهه الكريم، تراهم ينفقون، وزي ما ذكر أستاذنا من الذين يضلهم الله، قد الإنسان يفعلون أمورا غريبة في ظاهرها لكنه حتى لا يشعر الناس به، لأنه يقول كفى بالله شهيدا، كفى اطلاع الله عز وجل على أعمالي. هو يستحي أن يطلب من الله عز وجل شيئا لأنه يقول أنا لا أذكر الله عز وجل بنفسي وما كان ربك نسيا. هذا هو القلب الذي هو به سر الإخلاص. نحتاج إلى صفاء القلوب، نحتاج إلى معاملة دقيقة مع الله عز وجل دون نظر إلى هذا أو إلى ذاك أو ليقال عنا كذا أو لا. كونوا مع الله يكون الله عز وجل معكم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هناك دقائق ورقائق بينك وبين الله، واجعل أساس كل ذلك الحب بينك وبين الله، والحب لسيدنا حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شوف هقول لكم قصة دائما ما أذكرها وأحبها. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه طبعا كان محبا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له، فأمه كانت ما زانت على دين آبائها، فحب سيدنا أبو هريرة أن يروح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يدعو لأمه. فسيدنا أبو هريرة دعا أمه إلى الإسلام ذات يوم فأسمعته في رسول الله ما يكره، فطلع سيدنا أبو هريرة وهو يبكي حزنا على أمه وحزنا لأنه سمع في حبيبه صلى الله عليه وسلم ما يأباه، فرح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله لها يا رسول الله. فحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شوفوا الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة
للعالمين، لكل ما خلق الله عز وجل في الكون وفي الأكوان وفي العوالم رحمة، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم اهد أم أبا هريرة. دعوة من حضرة النبي، عشان احنا دايما وابدا بتيجي مواقف في الصيام يقول لك الواحد صايم والله ومتضايق ومش عايز يعمل حاجة عشان خاطر صايم. لا، مش كده ديننا، الإسلام بتاعنا مش كده أبدا. قال: اللهم اهد. دعا لها حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية. فسيدنا أبو هريرة أيقن في نفسه خلاص دعوة حضرة النبي مستجابة، فهو ماشي من عند حضرة النبي فرحان، خلاص عايز يفرح والدته بدعوة حضرة النبي، يقول لها: خلاص افرحي يا أمي، ستصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا أبو هريرة دخل الباب فسمع خضخضة وخشخشة الباب كده، فقالت: أن مكانك، ما كانش بيحصل قبل كده. فسمع المية، فبعد قليل فتحت له أمه الباب وهي عليها الخماط، فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. شوف الحب عمل إيه. فسيدنا أبو هريرة رجع تاني لحضرة النبي عشان يبشره أن الله عز وجل قبل الدعوة، وهو يبكي أيضا لكنه من الفرح. فرح لحضرة النبي وبشره وقال له: أنا عايز حاجة تاني. قال: يا رسول الله، ادعو الله عز وجل أن يحببني وأمي إلى المسلمين ويحبب المسلمين إلينا. عايز دعوة ما وصفتش، عايز أي حد يسمع باسمه يحبه. فدعا لي حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وزي ما حضرة بيقول كلنا بنحب أي حد بيسمع سيدنا أبو هريرة بيضحك ويبتسم عشان أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أساس ده كله الحب وصفاء القلب ونقاء السريرة. أنا مش عايز أطول على حضراتكم، وأنا تلميذ صغير يعني تطاولت في هذه الجلسة على أستاذنا وشيخنا، لكن نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا يا ربي من عتقاء شهر رمضان. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر العظيم. اللهم اجعلنا من عتقاء هذا الشهر العظيم. اللهم احفظ مصر يا ربنا، انزل عليها الامن والامان والسلم والسلام وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حقيقة يعني لا أرغب في ختام هذا اللقاء الثري، لكن اسمحوا لي هناخد من فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري إجابة على سؤال أتصور أنه معظمنا يتساءل: ماذا لو أن، وهذا سؤال أعيده على فضيلاتكم، قام المسلم بأداء عبادة ما ثم شابه الرياء، لا يقبله الله قطعا قولا واحدا، ماذا يجب على العبد حين ذاك؟ وهناك حالتان: حالة عبادة مثل الصلاة، مثل الصيام، الحج، الصدقة، يعني أيهما يجوز فيه الإعادة، أيهما انقضت بانقضائها فلا يجوز. تفضل. هو يعني سؤال الأخ الفاضل مبني على فلسفة عميقة. الأعمال، وكما استمعنا من فضيلة الدكتور هشام، الأصل فيها صدق النية، فمتى صدقت النية صح العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهب أن إنسانا تصدق صدقة
لكنه حينما تصدق بها أعلنها. إعلانه لها لا يدل على أن الرجل صنع صنيعا قصد به مراءاة الناس. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقد يكون في الإعلان ما يقصد به المعطي أن يتأسى ويقتدي به الآخرون، فلو أخفاها ما رأى الآخرون جوده وسخاءه مع الفقراء فقد يمتنعون عن الإنفاق. إنما حينما يرون هذا المنفق وهذا المتصدق يبذل بلا خوف من فقر ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر، قد يكون هذا العطاء وهذا الصنيع منه عاملا مساعدا لدفع الآخرين إلى السخاء والجود. إنسان أكرم بملازمة العبادة وملازمة الجماعة في المسجد، ولعلك ذكرت حديثا في بداية اللقاء: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. هذا الرجل في قرارة نفسه في قلبه لا يقصد بملازمته للمسجد أن يرائي أحدا، لكن الناس حينما رأوا ملازمة هذا الرجل لبيت الله لا ينقطع عنه إلا لعذر قهري كمرض يقعده، فهذا فيه دلالة على صدق الرجل فيما قام به، ومدح الناس له وشهادتهم له لا تطعن فيما قام به من عمل أبدا بحال من الأحوال. وهناك في الحديث: السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، رجل تعلق قلبه بالمساجد. خذ بالك، فهذا لا يمكن حتى وإن قال عنه الآخرون ده رجل يرائي، لا قيمة لما يقولون ما دامت النية من العامل للعمل صادقة لله. لا يبالي بمدح مادح أو ذم ذام، لأنه قصد بعمله وجه الله وسلم قلبه حينما أدى هذه الأعمال سواء بدنية أو مالية لله رب العالمين. تفضل عاوز كل حاجة. صليت مرائيا الناس ليقول عني الناس أني أصلي. تصدقت ليقول أني مصدق، فما حكم ذلك؟ لضاع عمله. إن كان الواحد منا يصلي ليقال عنه إنه مصل حبط عمله، وإن تصدق الرجل ليقال عنه إنه جواد حبط عمله. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من العرب، واخد البالك، صنع كذا وكذا وكذا وكانت له قصعة يرتقى إليها بسلم حتى يؤخذ منها ويطعم الفقراء ويقري الضيوف وإلى آخره، ماذا قال فيه النبي؟ أراد أمرا فأصابه، ليقال إنه جواد وقد قيل، يبقى فلا شيء له في الآخرة. أصبت مولانا. وعليه أن يتوب ويصحح النية لله ويعمل العمل الصادق القائم على سلامة القلب بينه وبين ربه. وربما يبدل الله سيئاته حسنات. والله أعلم. مش كده؟ بارك الله فيك. أشكرك فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف. شكرا جزيلا الدكتور هشام عبد العزيز علي، رئيس القطاع الديني. شكرا وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. شكرا الهيئة الوطنية للإعلام، وشكرا لحضراتكم لحسن الاستماع، وإلى نلقاكم وجلسة جديدة. أترككم مع فضيلة الشيخ المبتهل الشيخ محمد عبد الحميد جاد، نختم بعدها. سبحان
الحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا سبحانك اللهم يا مولانا سبحانك اللهم يا مولانا سبحانك اللهم يا مولانا يا صاحب الغفران في يا باسط المعروف يا باسط المعروف أنت إلهنا ترضي وترحم من دعا إحسانا يا باسط المعروف يا باسط المعروف أنت إلهنا ترضي وترحم من دعا إحسانا يا باسط المعروف يا باسط المعروف أنت إلهنا تعطي وترحم من دعا إحسانا يا خالق الأكوان أنت المرتجى يا خالق الأكوان أنت المرتجى يا خالق الأكوان أنت المرتجى أنت الذي من طينة
سوانا فاغفر إلهي فاغفر إلهي ما جنت أعضاؤنا عطفا يدوم تكرما وحنانا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وارفع درجاتنا وبارك لنا في رمضان يا رب. اللهم اعتق رقابنا، اللهم اكتبنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار ومن المقبولين يا رب. تقبل صيامنا وتقبل صلاتنا وتقبل أعمالنا الصالحة يا رب. سيدي يا رسول الله، يا صاحب الخلق العظيم، يا صاحب الخلق الكريم، يا صاحب الخلق العظيم، تحية منا إليك يا عظيم الجاه. أخلاقكم سيدنا النبي، أخلاقكم هي كالنسيم إذا سرى، أخلاقكم كالروح والريحان، فالله ربي قال فيك مادحا في محكم التنزيل والتبيان، لعل عظيم الخلق أنت حبيبنا، أكرم بما قد جاء في القرآن. سيدي يا رسول الله، أخلاقكم هي كالنسيم إذا سرى، أخلاقكم حبيبي يا سيدنا النبي، أخلاقكم
أخلاقكم هي كالنسيم إذا سرى، أخلاقكم كالروح والريحان، فالله ربي قال فيك مادحا في محكم التنزيل والتبيان، لعلى عظيم الخلق أنت حبيبنا، أكرم بما قد جاء في القرآن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلاة وسلاما. شكرا مبتهلنا الشيخ محمد عبد الحميد جاد، شكرا ضيوفنا الكرام أساتذتنا الأستاذ الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، شكر أيضا موصول للدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، شكرا لحضراتكم، طبتم وطاب مساؤكم وكل عام وأنتم بخير، وإلى اللقاء.